نحكي انه عن العنف ضد المرأة، يعني كيف رح نقضي على هالظاهرة؟ انتو بتعرفوا يعني لهلأ لسه في عنا نساء بالبيوت، نساء تحت السيطرة الذهنية الذكورية لسه مسيطرة على بعض النساء طبعا، وفي منهم وصلوا للحرية ووصلوا للشي اللي بدهم اياه، بس كيف رح نقضي على ظاهرة العنف ضد المرأة؟ هلا أول شيء أحيانا بيجونا بيقولوا إنه لازم نعمل دورات للنساء وكذا، أنا كرأيي إنه بقول يعني ما لازم نعطي دورات للنساء اللي موجودة بالمؤسسات، لازم نوصل لكل مرأة موجودة بالبيت، لكل ست بيت يعني زوجة، يعني في كتير نساء قاعدين بالبيت ما بيعرفوا شو يعني الظلم، ما بيعرفوا شو يعني العنف ضد المرأة، فبيضلوا تحت الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد، وكتير أحيانا بيقولوا إنه الإسلام ظلم المرأة، الإسلام أبدا ما ظلم المرأة وعطاها حقها كاملة، بس العادات والتقاليد والذهنية الذكورية بتخلي المرأة تضل تحت العنف وتحت الضرب، وبتعرفوا انتو يعني كمان هالشي، فكيف رح نقضي على هالظاهرة؟ لازم نوصل لكل مرأة موجودة بشمال وشرق سوريا، خاصة اللي موجودين بالبيوت اللي تحت الذهنية الذكورية، حتى نوصل لهم الفكرة ونقول لهم انه نحن كنساء يعني مثلنا مثل الرجال، ما في شيء بيختلف، بالعكس يعني هلأ ثورة المرأة، هلأ ليش الاحتلال التركي أردوغان أكتر شيء بخاف منه هي ثورة المرأة، لأنه بيعرف المرأة أقوى بكتير من الرجل، المرأة اللي بتوقف على رجلها واللي بتدور على إرادتها، يعني الإرادة لازم تكون قوية أولا، لازم ما نخاف من شيء، نحن ما عم نغلط، نحن كمرأة ما أنه يعني جينا مثلنا مثل الزلمة يعني الرجل، فليش لحتى نكون ناقصين منهم؟ بالعكس لازم نقوي حالنا ولازم نعلم كل النساء اللي حوالينا وكل مرأة عايشة تحت الذهنية الذكورية، لازم نوصلها ونفهمها النقطة وتكون يعني تدافع عن حريتها، تدافع عن شرفها، تدافع عن أرضها وولادها وعن كل شيء، يعني حتى العدو كمان ما يحسن يسيطر علينا ونكون نحن أقوياء. لازم نعطي دورات للزلم ونفهمهم انه المرأة مثلها مثله، بتحسن تشتغل، بتحسن تطلع، بتحسن تفوت، عندها عقل وعندها تفكير وعندها قوة، يعني فلازم نوصل لأي زلمة عنده ذهنية ذكورية ونقضي على هالذهنية الذكورية حتى تكون المرأة حرة وواقفة على رجلها. روجا ميجن بيستو بيجا مجداري روجا كنتون ديال سرجنة هاتمة شندنة بارو جاجي دنيا عالم تباهيتين ناسكرن كنو با روجا كهشتي جن جو كولاتي جبن دستي ولا درخستن دبي عالي دا ام بيجا جن خادي ساز بو خادي سازي بون خادي كد و امك بون هيرو ام دنر ند اداران دا هر دره دا جن خادي ام بيجا اوجي كلاك حوال بيا جي خاد گد هيل اداري دا كش بو ام بيجا كلاك بيا دا کو اساس گرتن جن اشتا نه هم دیبینن جن ده هر سازه ده جی خواد گره نه ده ورداجه ام بیجن دروش آوای کردستانه ده کنو ده هر دره ده جن هنه ده دیوار قاسه که ام بیجن کو ظلم کوله لسر جنه ده بو فلان ده بو لیم دنر هیرو جن خوادی کد و ایمگ جن لسر نگانن شورشا جن د کو بوین د دست پیکر دروژ اوا د دست پیکر و شورش جنجی و تالیا دولت او ترک د تالیا دشمن بینه تالیا توندی سر جنه توندی کل سر هر جنه که کو د مال د کوله و تالیا وان بینه ام جی ورک جنه کو بانی اما خودی هر جنه که کل به دره اما در کونه اما خودی بکد ایمگا جن د کله کې حواله پیاد اما در کونه چج ما وره خواستن اما بکنه وک جن امبیژن کو شعاره ما وک فلسفه جن جیان آزادی او په فکر فلسفه ریبر اپو کو ام دهیلنن کو ام هیرو سر نگه خواد نه سکناندن او ذاتن جبر ویجی با فلسفه و شعاره جی دهیلنه کو ام دنگ خو د شوره شو دروج او د مدس بیکر ام دنگ خو د هر چور پارچه کردستان دا اثبات کن د دن دنگ خو بلاو دکن ای وقت زانه روجا 25 مجدار روجا توندیا سر جنایه ل ام ور روجا سلاف دکن ای وقت زانه به همو جنان و روجا روجا کی پیروزه ل ام وک جنه کورد و روزا ام تاکوشین دکنه تاکوشین دکنه عالی زنیا ذکوری دا کو ام و همو جن ام یک دست بن کو ام و ذهنی تاکوشین بکن کو ام و ذهنی سر
توندي لسر جن راكن امواك جن حر روزانه دومنی سازی خدا دومنی کارو خبات خدا دومنی جوا کدا ام تکوشن خو بر دوام دکنه تننه روزا 25 مجدار ام تکوشین دکن ام حروج تکوشن خو بر دوام دکن کو ام وزنی راکن کو ام وتوندی سرجن راکن راس بر شورش روزا وا شورش روزا وا توندی لسرجن پر بو بلکی و شرطی بو نه اشکرا بو پیش شورش روزا وا سازی می پیشگیری ها جن بکه سازی می جن و بون دسته جن و بون منظمات جن و بون که کانو بن و توندی لسر جن را کن سر و روژه ام دبین جنا جحر حالی ده هر قاده ده قاده عسکری قاده سیاسی سازی می مدنی ده جی خواه گرتنه مؤسسات جن چه بونه لی ام و روژه را دبی بس جه توندی سر جن را بس جه توندی سر جن را